إذا كان عندنا الفائض في واحد الحوض وديناه لحوض آخر اللي هو يعني في حاجة ماسة لهذيك المياه ما فيها بس. أنا بالنسبة لي كاين بعض الشروط، يعني قبل ما نديروا هاد المشاريع بحال هاد المسائل، هذيك الجهة اللي غادي ناخذوا منها المياه بحال وادلو مثلا، غادي ناخذوا وادلو ونديو حتى للسبو ولا نديو البرقراق ولا نديو الأم ربيع، خاص كما حنا كنسميوها لاكسيبابيليتي سوسيال، يعني خاص واحد القابلية تاع المجتمع يكون مقتنع بلي انه كان واحد الفائض تاع الماء، وداك الفائض راه كيمشي ضايع، يعني ما كان حتى شي افاده لا بيئيه ولا اجتماعيه ولا صناعيه ولا فلاحيه، وكنضيعوا فعلا في داك المياه. اذا الناس اللي كيهمهم الامر ثم يكونوا مقتنعين بلي ان هذيك العمليه يعني مقبوله، لا من ناحيه هذوك الناس اللي غادي ناخذوا عندهم الماء، وبطبيعه الحال هذوك الناس اللي غادي يجيهم الماء عليهم هذوك دوفيس راهم غادي يقبلوه، لانه داك المياه راه غادي يستافدوا منها، لا من ناحيه الزراعه ولا من ناحيه تاع الشرب ولا من ناحيه، يعني انه علاش قلت لك هذه الملاحظه؟ لانه انا لاحظت بعض الناس في الحوض تاع وادلو مثلا، ملي كنا كنقولوا غادي ناخذوا الماء تاع وادلو ونديوا الاحواض اخرى، كيقول لك اودي حنا بعداك واش شربنا؟ حنا واش استفدنا بعداك من المياه؟ حنا ساكنه تما في هذاك الحوض، ولكن رحنا عندنا خصاص ما مستغليش هذوك المياه ديالنا، ما كاينش شي سد اللي نسلفه فيه، لا من ناحية تاع السقي في الزراعة ولا من ناحية تاع الشرب ولا من ناحية، احنا بداتنا احنا ضايعين. وكناخذوا داك الماء من داك المحيط، من داك الحوض، ونديوه لقنت اخر اللي هما يعني مستغلين، بحال ام الربيع دابا استغلوا كاع الطاقة ديالو كاملة، كتمشي كان ضغط كبير على دوك الموارد، ام الربيع اللي هو اكبر واد في المغرب، يعني انه نشف لدرجة انه نشف ما بقاش يوصل حتى ذاك الصبيب البيئي اللي احنا في حاجة ليه باش نحتفظوا على كل المنظومات البيئية ما بقات، يعني انه العملية بحد ذاتها ايجابية، ولكن خص يكون القبول، يعني المشروع يكون مقبول لا من هذا الحوض اللي هو فيه كثرة المياه، في واحد الفائض كان هذاك الفائض، ونديوه الأحواض اخرى لا بأس من هذا الشرط. الشرط انه تكون واحد القابليه تاع لاكسيبتابيليتي سوسيال، يعني انه الناس اللي غادي ناخذهم عندهم الماء من هذا المحيط والدول المحيط اخر يكونوا مقتنعين بلي انه راه في المصلحه العامه انه هذا المشروع راه غادي يكون عنده يعني ايجابيات على المستوى الوطني.